عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا أمير المؤمنين. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين الغر الميامين المنتجبين. صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لم أنسه إذ قام في محرابه لم أنسه إذ قام في محرابه وسواه في طيف الكرى يتمتع. فانسل يستل ابن ملجم سيفه متخفيا والليل داج أسفع. وعليه مذ رفع الصفيحة كاد من جزع يخر له الصفيح أرفع. ونعاه جبريل ونادى بالسماء ونعاه جبريل ونادى بالسماء وعليه كادت بالنداء تتقطع. اليوم أركان الهدى قد هدمت. أيوا إماماه وعليا اليوم أركان الهدى قد هدمت. اليوم شمل المسلمين موزع. اليوم قد قتل ابن عم المصطفى. اليوم قد قتل الوصي الأنزع. لم أنس زينب. الله يساعدك سيدتي يا أم المصائب. أيت ليالي تعيشها بنت أمير المؤمنين. لم أنس زينب يا 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 مذ رأته وجسمه من فيض مفرقه الشريف ملفع. إيش سوت؟ فغدت تخضب شعرها يا يا فغدت تخضب شعرها. بكت زينب ودمع العين دم سال وصاحت بصوتي صدع الجبال يا ريف اليتامى يا علي يا ابويا يا أبا الأرامل والأيتام. الليالي أيتامك تئن
وتصرخ يا ريف اليتامى البيك الأمثال بعيد البلا من الدار تنشال أيه بعيد البلا من الدار يا رتين شاء لكنما المرجع لله إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. ليلة القدر الأولى ليلة غفران الذنوب ليلة الدعاء ليلة قضاء الحوائج هذه الليلة التي يكتب فيها وفد الحاج الليلة التي يكتب فيها من يموت ومن يعيش ومن يتزوج ومن يرزق ولد ومن يصيبه ما يصيبه غفر الله لنا ذنوبنا وعجل في فرج إمام زماننا وقضى حوائج جميع المؤمنين والمؤمنات ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لكل شيء في هذه الدنيا وأرجو من الإخوة أن يركزوا دقائق قليلة ريثما نتحدث عما يرتبط بهذه الليلة المباركة. لكل شيء في هذه الدنيا موازينه ومقاييسه. واحد يريد يعرف طوله شنو يسوي؟ هنالك ميزان السنتيمتر يعرف وزنه يعرف طوله وزنه كذلك الميزان. يريد يعرف ضغطه ضغط الدم ايضا هنالك مقياس خاص اجهزه خاصه. يريد يعرف نسبه السكري ايضا ميزان خاص. يريد يعرف مدى قوة الزلزال مثلا اكو ميزان خاص ميزان ريختر. يريد يعرف مختلف المسائل درجة الحرارة مثلا اكو ميزان خاص. كل شيء له ميزانه الخاص به. السؤال هو هل هنالك ميزان لأعمالنا ولتصرفاتنا ولأخلاقنا لولا؟ بلا شك الأمر غير خارج عن هذا القانون. أيضا هنالك موازين توزن بها تصرفاتنا وبها أعمالنا. زين شنو هي الموازين؟ هل الموازين هم نجوم السينما مثلا؟ هل الموازين هم لعاب كرة القدم مثلا أو كرة السلة مثلا أو بقية الرياضات؟ هل هؤلاء الرجال هم الموازين؟ يعني إذا أنا دنوت في أفعالي دنوت إلى فلان ممثل فلان لاعب فلان شخصية سياسية غيرها هو الميزان؟ بالطبع لا. الموازين من دون مقدمات هم الأنبياء وهم الحجج المعصومون الذين أرسلهم الله تعالى إلى الخلق. هؤلاء هم الموازين في التصرفات وفي الأخلاقيات وفي أفعالنا الجوارحية والجوانحية يعني القلبية. يوم القيامة كل أمة تأتي وأمامها نبيها توزن أفعال تلك الأمم
بأفعال نبيها. يعني شنو؟ يعني بني إسرائيل يوم القيامة يجون وموسى يأتيهم ويتقدمهم، شنو من تقصير عندك؟ شنو أفعال فعلتها؟ تقاس بأفعال نبيهم المعصوم المطهر المصطفى المبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. في الحديث يؤتى بالشاب الذي صرف عمره بالذنوب، يؤتى يوم القيامة وقت المحاجة، يوم الدين، يوم الحساب، يقال أيها الشاب أنت ليش ارتكبت الأفعال وعصيت وفعلت ما أردت أن تفعل؟ ليش؟ مو قلنا لك لا تفعل، مو قلنا لك حرام، ألم نبعث الأنبياء، ألم نرسل الرسل، ألم ننزل الكتب؟ فيقول الشاب إلهي صحيح، لكنك بلوتني بالشهوة، بلوتني بالشباب، أعطيتني القوة، أعطيتني القدرة، مكنتني، أعطيت لي الفرص، إلهي ارتكبت الذنوب، يعني أمور أنت قدمتها لي. فيؤتى بيوسف ابن يعقوب على نبينا وآله وعليه وعلى أبيه السلام، يؤتى، شوفوا لله الحجة البالغة. يوم القيامة ماكو أحد يقدر يحتج على الله، ماكو أحد أبدا، حتى المجنون، عندنا أحاديثها، حتى المجنون يحتج على الله فيحتج الله عليه. سبعة يوم القيامة يحتجون على الله فيحتج الله عليهم، يقول يلا أنت المجنون، أنت الكذا، اللي ما قدرت الآن نمتحنك، فيمتحنهم الله يوم القيامة. لكن عموم الناس، هذا الشاب يقول إلهي أنت أعطيتني الشهوة والقدرة وما شابه ذلك، فأنا رحت بطبيعة الحال نحو الذنوب ونحو إشباع شهواتي. يؤتى بيوسف ابن يعقوب، يقال هذا عبد أيضا أعطيناه الشهوة وأعطيناه القوة وأعطيناه العضلات وأعطيناه كل ما أعطيناه، كل شاب، لكن شنو كانت نتيجته؟ في الرواية أن زليخة زوجة عزيز مصر يوم من الأيام استشارت إحدى نسائها في القصر، قالت كيف أستطيع أن أمكن يوسف مني؟ شلون أقدر أجذبه نحوي؟ قالت خب ماكو شغل، ما بي شيء، أريه وجهك، خلي يشوفك، لأن زوجة عزيز مصر كانت أجمل نساء مصر، قالت خلي يشوفك ينجذب إليك. قالت ويحك، لم ينظر إلي قط، لم ينظر إلي قط، يوم يومين لا، سبعة أعوام كان في قصر زليخة وما يعرف شكل زليخة. زين ليش ما كان يقدر؟ ما كان يريد، كان يعلم أن الله لا يرضى بذلك. وقد قال الله ولقد همت به وهم بها، هم بها يعني شنو؟ الإمام هو المفسر يقول هم بها ليقتلها، هم بها ليقتلها، لأن الله عصمه وإلا أصب إليهن وأكون من الجاهلين. عصمه الله سبحانه وتعالى فلم يرتكب الحرام، ولو كان في القصر مو سبع سنوات، 700 سنة، أيضا كانت عزيمته وقراره على أن لا يعصي الله سبحانه وتعالى، ولذلك اجتباه الله سبحانه وتعالى. بعض العلماء يقولون بالنسبة إلى الشهوات الجنسية بالخصوص هنالك أثر مادي عجيب، يعني اللي الأرضية تتوفر إليه في المعصية ولا يعصي الله يعطي له، يبدله ببديل في الدنيا. يوسف شنو الله أبدله؟ بتأويل الرؤيا، بتأويل الرؤيا، هاي الأحلام اللي احنا ما حد ما يعرف تفسيرها، من يعرف تفسيرها؟ الأوحدون، الأقلون، من هم؟ هؤلاء اللي يأخذون قدام نفسهم في بعض الموارد الصعبة والامتحانات الصعبة اللي بينهم وبين ربهم. يوسف كان صغير، شاف رؤيا، قال أبا يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ما كان يعرف التفسير. قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. لكن بعد أن جرى له ما جرى في قصر
عزيزة مصر زج إلى السجن، دخلوه بالسجن ودخل معه فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني إلى آخره، إنا نراك من المحسنين. قال ما يأتيكما من طعام ترزقانه، ثم قال أما أحدكما فسر لهم التفسير، يصلب تأكل الطير من رأسه، وأما الآخر يسقي ربه خمرا. الآيات من وين حصل هذا التأويل؟ بعد أن فر بدينه، بعد أن هرب بدينه من ذلك الموقف، أبدله الله تعالى بتأويل الرؤيا في الدنيا. ولذلك في الحديث من عرضت له امرأة فغض طرفه عنها أذاقه الله من ساعته حبه، يذوقها، مضمون الحديث يذوقها من ساعته، يحصل حب الله في قلبه. وفي الحديث، وهذا بين قوسين وهذه ليلة مهمة، في الحديث غضوا أبصاركم ترون العجائب، غضوا أبصاركم ترون العجائب. طبعا أول شيء الغض من الحرام، وثاني شيء الغض من زخارف الدنيا، يعني هذا الاهتمام، مثلا نصيحة للشباب ولنفسي، الاهتمام بالزخارف الدنيوية، سواء تلبست بلباس سيارة أو بثوب موبايل أو بما شابه ذلك، هذا الاهتمام وهذا النظر، ترى هذا حديث يقول النظر إلى بريق دنياهم، مضمون الحديث، يذهب بنور قلوبكم أو بنور إيمانكم. كل سيارة تمر إلا اهتمام وتمركز وكذا، هذا شوي شوية، حسب تعبير حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، قال إن هذه القلوب ترين، شايفين رين الحديد يروح لونه يتغير يزنجر، احنا نقول القلب أيضا يرين، أحيانا بالذنوب أحيانا لا، بالاهتمام بالدنيا شوي 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 يرين. لذلك قالوا لنا كأكثروا من الاستغفار، رسول الله يقول وإني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة من دون ذنب. ليش؟ لأن نفس هذا الاهتمام بالدنيا، اللباس والمظاهر وكذا، هذا شوي شوي يقسي القلب، يقسي القلب، وإذا قسى القلب جفت العين، ما تدمع، ما تبكي العين. المهم وما نبتعد، يؤتى بيوسف ويقولون هذا أيضا كان شاب وعنده شهوات ورغبات لكن لم يعص الله، فتتم الحجة من الله على عبده. هذا معنى الميزان، يعني يوم القيامة ووضعت الموازين القسط ليوم القيامة. الإمام يقول الموازين هم الأنبياء، هذا الشاب. ثم يؤتى بالمرأة الشابة التي بذلت عمرها وصرفته في الذنوب وفي المعاصي، يقال لها لماذا عصيتي؟ ليش ارتكبت الحرام؟ الجواب نفس الجواب. ترى يوم القيامة أي عذر واحد يجي في ذهنه يجيبه، أي عذر، إلهي ما كنت أدري، الله يحتج، إلهي نسيت، يحتج، إلهي الناس شجعوني، يحتج لله الحجة البالغة. فتقول هذه البنت إلهي أنت أعطيتني هذه الأمور. فيؤتى بمريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. تدرون في الأمم السابقة الناس كانوا يعمرون، إحنا الآن أمة رسول الله صلى الله عليه وآله أقصر الأمم أعماراً، حتى أن بعض الأنبياء أوحى الله إليه أن أمة نبي آخر الزمان متوسط أعمارهم بين 60 و70، قال ذلك النبي لو كنت في ذلك اليوم لقضيت عمري في سجدة، 60 سنة 70 سنة أقضيها في سجدة واحدة. كانوا يعمرون، فرعون عمر 340 سنة حسب ما في بالي، مريم وطبعا نوح الله يذكر ذلك في كتابه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50، في الحديث عمر 2500 سنة، 2500 سنة كان عمره، لكن بعث 950 سنة، ولذلك سمي بشيخ الأنبياء. المهم مريم عمرت 400 عام، 400 سنة أحصنت فرجها،
400 سنة عاشت عفيفة طاهرة مطهرة، مو لحظة مو دقيقة مو ساعة مو يوم، 400 سنة. فيؤتى بمريم، يقال هذه أيضا عمرت وكانت شابة ولها مال النساء وتشتهي ما تشتهي سائر النساء، لكن اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. طبعا هذا الصبر وهذا التحمل وهذا الورع له جزاء كما قلنا في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة تدرون جزاء مريم ما هو؟ ما دام ذكرنا اسمها رضوى سلام الله عليها، جزاؤها أنها تكون زوجة سيد خلق الله وحبيب الله رسول الله محمد صلوا عليه وسلم. الصبر جزاء عجيب، ومو موضوعنا هذه الليلة الصبر، موضوعنا الميزان، ميزان الأعمال. زين، وما هو ميزان الموازين؟ ميزان جميع الموازين. صاحب هذه الليلة أسد الله الغالب ليث بني غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. السلام على ميزان الأعمال وسيف ذي الجلال وساق السلسبيل الزلال، والسماء رفعها، السماء رسول الله رفعه الله تعالى، والسماء رفعها ووضع الميزان، الميزان علي بن أبي طالب، ألا تطغوا في الميزان. يعني لا تجيبون في مقام علي بن أبي طالب وفي منزلة علي بن أبي طالب غيره، لا تنصبوا خليفة أمام علي بن أبي طالب وبدل علي بن أبي طالب. ترى الموازين تتبدل، الحق يصبح باطل، الباطل يصبح حق، الأمور تتغير كما حدث. زين، يعني شنو؟ يعني في غد يوم القيامة يؤتى ببصر علي بن أبي طالب ويؤتى ببصري، ما الذي صنعت بهذه العين؟ في غد يوم القيامة يؤتى بلسان علي بن أبي طالب ويؤتى بلساني، ما الذي قلت بهذه اللسان؟ في غد يوم القيامة يؤتى بيدي ويدي أمير المؤمنين ويقال ما الذي صنعت بهاتين اليدين. في غد يوم القيامة يؤتى بصلاتي وتوزن بصلاة أمير المؤمنين ويؤتى بصومي وحجي وزكاتي ويؤتى بحج أمير المؤمنين وبصوم أمير المؤمنين وبزكاة أمير المؤمنين. في غد يوم القيامة يؤتى بفكري باهتمامي بأموري كلها وتقاس بأعمال أمير المؤمنين عليه السلام. زين، شلون كانت أعمال أمير المؤمنين؟ أذكر لك شواهد قليلة. أمير المؤمنين عليه السلام آية عدالة الله، حتى قال ما ترك لي الحق من صديق. يوم من الأيام يجيبون شخص قد زنى
يقول لقنبر اجلدهم 100 جلدة. قنبر يأخذ الصوت يجلد ذلك الشخص 100 جلدة و7 جلدات. يأتي ذلك المجلود إلى أمير المؤمنين يقول لماذا جلدني 7 جلدات إضافية؟ فيأخذ أمير المؤمنين الصوت ويجلد قنبر. هذا عدل أمير المؤمنين عليه السلام. عندما يأتيه أخوه عوائل الملوك عوائل الرؤساء دائما في مكنة في يسر في عافية، لكن أخوه عقيل يأتي إليه يقول يا أمير المؤمنين أريد شيئا من المال. نعم أحمى إليه حديدة محمات. عقيل كان أعمى كان بصير ما يرى، فدناها من يده. قال يا علي تريد أن تحرقني بنارك؟ قال ويحك يا عقيل، أتئن من نار سجرها صاحبها للعبه، ولا أئن من نار سجرها جبارها لغضبه. نعم ذات مرة يأتيه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، يا أمير المؤمنين أشكوك القتر أشكوك الفقر. قال تعال نذهب معا إلى سكك الكوفة نسرق المال. قال كيف يا أمير المؤمنين نسرق؟ قال ويحك، أتريدني أن أسرق من شعب؟ أتريدني أن أسرق من أمة؟ هذا عدل علي بن أبي طالب. ذات مرة يأتي إلى بيته يرى أحد بناته لابس إحدى بناته لابس قلادة. قال من أين لك هذه القلادة؟ قالت أخذتها من صاحب بيت المال المسؤول على بيت المال، اليوم يوم عيد أخذتها عارية، أخذتها قرض أمانة. ذهب إلى ذلك الرجل المسؤول قال من أين لك الحق أن تعطي ابنتي قلادة؟ قال يا أمير المؤمنين بنات الملوك تتزين وبنت أمير المؤمنين بهذه الحال الرثة، أعطيتها عارية يعني ترجع لي، ما سرقت. قال ويحك لو سرقت ابنتي لقطعت يدها. هذا عدل أمير المؤمنين عليه السلام. ولذلك مله الناس وتعبوا من أمير المؤمنين حتى رفع يديه في ليلة بعد نعرج قال اللهم لقد مللتهم وملوني وسئمتهم وسأموني، اللهم عجل وفاتي. يوم من الأيام أمير المؤمنين جالس على منبر الكوفة في مثل هذه الليالي شهر رمضان بعد أن خطب في الناس، التفت عن يمين المنبر رأى ولده الحسن المجتبى. قال ولدي كم مضى من شهر رمضان؟ قال أبا مضت 18 ليلة. ثم التفت عن يساره قال ولدي حسين كم بقي من شهر رمضان؟ قال أبا بقيت 22 ليلة. ثم رفع يديه إلى السماء قائلا اللهم عجل وفاتي سريعا. ماذا يحدث في هذه الليلة في بيت أمير المؤمنين؟ لما كانت الليلة 19 من شهر رمضان أتى أمير المؤمنين بعد أن صلى المغرب وما شاء من النوافل ليفطر في بيت ابنته زينب زوجة عبد الله بن جعفر. وكان يفطر ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند عبد الله بن جعفر. فقدمت إليه ابنته أم كلثوم قرصين من شعير وقصعة فيها لبن وجريش ملح. قال لها أمير المؤمنين يا بني، شوف زهد أمير المؤمنين، شوف إيمان إمامك أمير المؤمنين.
قال: بني أتريدين أن يطول وقوف أبيك في يوم القيامة؟ قدمت لأبيك إدامين في طبق واحد، وقد علمت أني متبع ما كان يصنع ابن عمي رسول الله. ما قدم إليه إدامان في طبق واحد حتى قبضه الله إليه مكرما. ارفعي أحدهما فإن من طاب مطعمه ومشربه طال وقوفه بين يدي الله. إذن ماذا نقول نحن يا أمير المؤمنين؟ تقول: أردت أن أرفع الملح. قال: لا، ارفع اللبن. فرفعت اللبن الحامض بأمر منه، ثم أكل قليلا وحمد الله كثيرا وأخذ في الصلاة والدعاء إلى أن هومت عيناه. أمير المؤمنين نام قليلا فيها في مثل هذه الليلة، ثم استيقظ وقال لأولاده: رأيت النبي فشكوت إليه ما أنا فيه من التبلد بهذه الأمة، فقال لي: يا علي، أدعو الله عليهم فإن الله تعالى لا يرد دعائك. فقلت: اللهم أبدلني بهم خيرا وأبدلهم بي شرا. وكان أمير المؤمنين في تلك الليلة يكثر الدخول والخروج وينظر إلى السماء ويقول: هي والله الليلة التي وعدنيها رسول الله. وكان يكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حتى ذهب بعض الليل ثم جلس للتعقيب، فهودت عيناه مرة ثانية وهو جالس، ثم انتبه مرعوبا وقال لأولاده: إني رأيت رؤيا أهالتني وأريد أن أقصها عليكم. قالوا: وما رأيت يا أبا يا أمير المؤمنين؟ قال: إني رأيت الساعة رسول الله في منامي وهو يقول: يا أبا الحسن، إنك قادم إلينا عن قريب، يجيء إليك أشقاها. أيوا ويلا وإماماه وغريبا، فيخضب شيبتك من دم رأسك، وأنا والله مشتاق إليك، وإنك عندنا في العشر الأواخر من شهر رمضان. اللهم اشهد أننا جئنا نواسي آل محمد في مصابهم بأمير المؤمنين المعزى في هذه الليلة، إمامنا المجتبى وإمامنا الحي الغائب الغريب، إمام زماننا. نعم، فيخضب شيبتك من دم رأسك، وأنا والله مشتاق إليك، وإنك عندنا في العشر الأواخر من شهر رمضان. ثم قال له رسول الله: فهلم إلينا، فما عندنا خير لك وأبقى يا علي. فلما سمع أولاده كلامه ضجوا بالبكاء. آه يا زينب، آه يا زينب، وأبدوا العويل. فأقسم عليهم بالسكوت فسكتوا، ثم عاد إلى البكاء من خشية الله والتضرع والعبادة. تقول أم كلثوم: سمعته يقول بعدما نظر إلى الكواكب: والله ما كذبت ولا كذبت، وإنها الليلة، حشاك يا أمير المؤمنين، أنت الصادق المصدق، وإنها الليلة التي وعدت بها، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله. ثم استغفر كثيرا: أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أم كلثوم تقول: لما رأيته كذلك قلقا متململا أرقت معي معه ليلتي. قلت: يا أبتاه، ما لي أراك هذه الليلة لا تذوق طعم الرقاد؟ قال: يا بني، إن أباك قتل الأبطال وخاض الأهوال، وما دخل الخوف له جوفا.
وما دخل في قلبي رعب أكثر مما دخل هذه الليلة. ثم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقلت: يا أبت الله، ما لك لا ما لك تنعى نفسك هذه الليلة؟ شلون قلب زينب بعدها؟ كيف صبر ذاقته؟ قالت: يا قال يا بني، قد قرب الأجل وانقطع الأمل. تقول أم كلثوم: فبكيت. قال: يا بني لا تبكي، فإني لم أقل ذلك إلا بما عهد إلي رسول الله. ثم قال: يا بني، إذا قرب الأذان فأعلميني. فجعلت أراقب الأذان، فلما لاح الوقت أتيته ومعي إناء فيه ماء، فأسبغ الوضوء وقام ولبس ثيابه وفتح الباب ونزل إلى الدار. وكان في الدار إواز أهدي إلى أخوي الحسن والحسين. فلما خرجنا وراءه فلما نزل خرجنا وراءه ورفرفنا وصحنا في وجهه، كأن هذه الإوز أيضا تستشعر الخطر، تقف أمام أمير المؤمنين، ولم يكن قد صحن في وجهه من قبل. قال: لا إله إلا الله، صوائح تتبعها نوائح. يعني الآن صوائح الإوز، وبعد قليل نوائح زينب ونوائح الحسن والحسين. صوائح تتبعها نوائح، وفي غداة غد يظهر القضاء. فلما وصل إلى الباب وعالجه ليفتحه، تعلق مئزره بالباب فانحل حتى سقط. فأخذه وشده وهو يقول: اشدد حيازمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بناديك كما أضحكك الدهر. كذاك الداهر يبكيك. ثم فتح الباب وخرج متوجها إلى المسجد، وكان عدو الله ابن ملجم الخارجي متخفيا في بيوت الخوارج، يتحين الفرصة بأمير المؤمنين. جاء ابن ملجم إلى المسجد ونام مع الناس مخفيا سيفه تحت إزاره. ولما وصل الإمام إلى المسجد صلى ركعتين، ثم صعد المأذنة وقال: الله أكبر. آخر أذان أمير المؤمنين أذنه حتى أسمع جميع أهل الكوفة: الله أكبر. أذن ثم نزل وهو يسبح الله ويكثر من الصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته. وكان من عادته يتفقد النائمين في المسجد وهو يقول: الصلاة يرحمك الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اسمع يا موالي، اسمع يا محب أمير المؤمنين، هذه وصية إمامك. حتى وصل إلى ابن ملجم وهو نائم على وجهه، قال: يا هذا، قم من نومتك هذه، فإنها والله نومة يمقتها الله، وهي نومة الشيطان، يعني النوم على البطن. ثم اتجه نحو المحراب: يا مؤمنون، يصلي وكان يطيل الركوع والسجود في صلاته. فقام الشقي وابن ملجم حتى وقف بإزاء الإسطوانة التي يصلي عندها إمامنا، فأهمله حتى ركع وسجد. أتم إمامنا السجدة الأولى، رفع رأسه منها، أراد أن يسجد السجدة الثانية.
تقدم اللعين وأخرج سيفه من غمدي وأخذه وهزه وأهوى به على رأس إمامنا. رحم الله من نادى وإماما. أيوا عليا وغريبا وشهيدا. نزل وقع الإمام، ضرب الإمام على رأسه، وقع الإمام على وجهه يخور بدمه قائلا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ثم نادى فزت والله، فزت ورب الكعبة، قتلني ابن اليهودية، لا يفوتنكم الرجل بالمحراب. ويلي طاح ابو حسين، بالمحراب يا بويلي طاح ابو حسين، ودم الراس يتفايض على العين. يا من طاح ابو حسين مجروح، ثار صياح لاهل العرش بالنور. أجركم الله يا مؤمنون. وإذا بأبواب الجامع تصطفق، وضجت الملائكة في السماء، وهبت ريح عاصفة سوداء مظلمة، ونادى جبريل بين السماء والأرض، أيوا ويلاه، تهدمت والله أركان الهدى، وانطمست والله العروة الوثقى، وانطمست والله نجوم السماء وأعلام التقى، وانفصمت والله العروة الوثقى. قتل ابن عم المصطفى، قتل الوصي المجتبى، قتل علي المرتضى، قتل سيد الأوصياء، قتله أشقى الأشقياء. ما حال زينب وهي تسمع نداء جبرائيل؟ لما سمعت بذلك لطمت وجهها، وها نصنع كما صنعت، لطمت وجهها وخدها وصاحت وأبتا وعليا. خرج الحسنان راكضين معولين إلى المسجد وهما يناديان وأبتا وعليا، ليت الموت عدمنا الحياة. حتى وصلا إلى المسجد، بأية حال وصلوا الله أعلم، إذا بالإمام في محرابه والدماء تسيل من رأسه على وجهه وشيبته. فتقدم الحسن، صلى بالناس صلاة الصبح، وصلى أمير المؤمنين إيماء من جلوس، وهو يمسح الدم عن وجهه وكريمته، يميل تارة ويسكن أخرى، والحسين ينادي وانقطع ظهره، يعز علي أن أراك هكذا. ثم شاع الخبر في الكوفة، هرع الناس رجالا ونساء، حتى المخدرات من دورهن خرجنا إلى الجامع، كلهم ينادي ونحن ننادي وإماما. قتل والله إمام عابد مجاهد، لم يسجد لصنم قط، أشبه الناس برسول الله. دخلوا في المسجد، وجدوا الحسن ورأس أبيه في حجره، والحسين عليه السلام قد شد الضربة بمنديل أصفر، وهي لم تزل تشخب دما، ووجهه قد زاد بياضا بصفرة، وهو يرمق السماء بطرفه ولسانه، يسبح الله ويوحده. ثم أمر أن يحملوه من ذلك المحراب إلى موضع مصلاه في منزله. نعم، محمد بن الحنفية ابن أمير المؤمنين يقول: حملناه إليه والناس حوله وهم في أمر عظيم،
باكون محزونون قد أشرفوا على الهلاك من شدة البكاء والنحيب. وكان الحسين يبكي ويقول: وأبتاه من لنا بعدك، ولا يوم كيومك إلا يوم رسول الله. وقال بعضهم: حملوه ببساط إلى منزله. جاءوا بأمير المؤمنين إلى بيت ابنته زينب. انظر كيف كان الملتقى. نعم، حتى إذا قاربوا البيت والحسن يحمل عضد أمير المؤمنين الأيمن، والحسين يحمله من الناحية اليسرى، جاءوا به حتى إذا وصلوا إلى باب البيت قال لهم أمير المؤمنين: أنزلوني ودعوني أمشي على قدمي. كيف يا أمير المؤمنين وأنت بهذه الحال؟ قالوا: لماذا يا أبا؟ قال: أخشى أن تراني ابنتي. أمير المؤمنين حتى في تلك الحال قلبه مع قلب زينب. قال: أرى أخشى أن تراني ابنتي زينب بهذه الحال فينصدع قلبها. يا أم المصائب، منذ أن فتحت عينها ترى مصائب أبيها وأمها وأخويها وجدها رسول الله. كأني بها أنا زينب اللي يحجون عني، أنا سلية المصايب ما سلني، أنا تمرمرت من صغر سني، أنا الراح أبويا علي مني. قال: أخشى أن تراني ابنتي زينب بهذه الحال فينصدع قلبها. ولي أدخلوا أمير المؤمنين، دخل أمير المؤمنين الدار، رأته زينب بتلك الحال، رأسه معصب بعصابة، كأني بها ونيت يا بويا يا علي يا بويا يا بويا يا أبا الأرامل وليتا ونيت. ونادت يا المجبلين هالشايلين وياكم مني، أسمع هضل وصراخ صابيا خوف جت العادي يا طيبين. زين، ماذا يجيبها الحسن والحسين؟ لما سمعها الحسن وحسين صاحوا: يا زينب زيد الونين، أبوك انطبر والراس نصيا. صاحت وهلت دمعة العين: يا عيد لك شرع المسلمين، ألا أبلغ معاوية ابن حرب؟ فلا قرت عيون الناظرين، أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير الخلق طرًا أجمعين؟ قبل ما تمسحون دموعكم، نعم، نستغفر الله ونستشفع بأمير المؤمنين 10 مرات: أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه.
اللهم إنا نسألك بغربة أمير المؤمنين، اللهم بحق أمير المؤمنين وبمظلومية أمير المؤمنين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، عجل لوليك الفرج. أنا أدعو وأنتم أمنوا، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه والمستشهدين بين يديه، اشف اللهم به مرضانا، استر به عيوبنا، اغفر به ذنوبنا، اعتق رقابنا من النار. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام. اللهم إنا سألوا رسول الله ما الذي ندعو ليلة القدر؟ قال سلوا الله العافية، عافية الدنيا والآخرة. أقرأ هذا الدعاء، أقرؤه معي. يا الله يا ولي العافية، يا رازق العافية، يا مالك العافية، يا منان بالعافية، يا متفضل بالعافية، علي وعلي وعلى جميع خلقك، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، صل على محمد وآل محمد، وارزقنا العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، عافية تولد في أبداننا العافية، عافية كاملة شاملة، عافية الدنيا والآخرة. اللهم ارحم موتانا الذين يحتاجون إلى دعائنا، اللهم ارحمهم واحشرهم مع محمد وآله الطاهرين.